بسم الله الرحمن الرحيم، ايات حضراتكم مره تانية. لو انتم فاكرين اكبر مشكله تواجه الرئيس الامريكي دونالد ترامب الان في الولايات المتحده الامريكيه، اللي الديمقراطيين بيضيقوا الحصار عليه، وان المحقق الامريكي قاعد يضيق الحصار عليه وعلى مساعدينه لدرجه اتهامه بالعماله لروسيا. ان قيل ان روسيا تدخلت في الانتخابات، وان في اشياء كثيره جدا، معلومات كثيره جدا، فيسبوك وتويتر اتسربت اليوم. الحاجه الثانيه، لو حضراتكم كنتم متابعين المعركه الانتخابيه ما بين هيلاري كلينتون وما بين دونالد ترامب، كانت النقطه الحاسمه في المساله ان المعلومات اللي عندها على الايميل بتاعها بتاعت وزاره الخارجيه اتسربت، واذا كانت هي مش قادره تدير حسابها الشخصي فكيف تدير حساب بلد؟ دي كانت باختصار لو انتم متذكرين المعركه الانتخابيه بين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون. طبعا كل واحد فينا جايب السمارت فون. السمارت فون جايبه فرحان بيه، تلاقي كل حضراتكم ابلكيشنات كده يعني. اللي انت بتستخدمه واللي ما تستخدموش محطوط ابلكيشن هنا يعني. وبعدين بيجي يسالك سؤال غريب جدا، يقول لك ان هل تسمح ان استخدام الكاميرا واستخدام مش عارف ايه؟ فانت بقى هتقول له طبعا موافق. يعني انت كمان بتبصم، وانت حضرتك بتبصم معظم الابلكيشنز ده. بتسافر وكتير جدا من تليفونات مركوبه، معرفش مركوبه دي صح ولا غلط بس هنناقشها يعني. زمان انا سافرت قبرص قبل حكايه الموبايل، او ما كانش فيه موبايل، لقيت في قبرص اكبر قاعده بريطانيه للتجسس. ولما جينا بالعربيه هناك كده، كان حد من السفاره بياخدني بيوديني، قعدنا نمشي في غابات في غابات، وبعدين لقينا، عارفين حضراتكم الاطباق الدش اللي محطوطه دي فوق البيوت هنا، بس طبق الدش ده يمكن قد القناه، حاجات كبيره جدا كده. قال لي هنا دول دي محطه تجسس على كل التليفونات اللي في المنطقه. وقال لي عايز اقول لك دي موجوده في محطه كذا وكذا وكذا وكذا. المعنى ايه؟ المعنى ان احنا حياتنا على الهواء. المعنى ان احنا حياتنا على الهواء، والمعنى ان الاستعمار وان التدخل ما بقاش ان انت تجيب جيوش وتكلفه والمساله دي كلها، او انا مش محتاج حضرتك تتجسس، بقى انا قاعد عارف انت بتفكر في ايه وبتتكلم مع مين وطلباتك ايه واحتياجاتك ايه وبتغازل مين وبتدي مواعيد لمين وبتخون ايه وبتعمل ايه. زي القضايا اللي شغاله دلوقتي، هي القضايا اللي شغاله دلوقتي ايه اللي كل الناس بتتكلم فيها، اللي انا ما احبش ادخل في المساحه دي، ان الباشا عمل اللي عمله وطبعا صور وحط الكلام على الجهاز او على فلاشه، اختلفوا، الفلاشه اتسربت. لو انتوا فاكرين بتاع عنتيل المحله، ما هو نفس الحكايه. المعنى ايه؟ المعنى ان احنا بنتعامل مع التكنولوجيا بدون ما يبقى عندنا اي فكره عنها حاجه خالص. زي كده ما تلاقي ست زي القمر راكبه عربيه فخمه جدا جدا، وممكن البنزين يخلص من العربيه ما تبقاش عارف ايه اللي في العربيه، تتخض وخلاص. هل مطلوب مننا نبقى نعرف؟ طبعا، على الأقل يبقى عندنا الحد الأدنى لأمن الشبكات أو أمن السبراني، هم بيسموه أمن السبراني، أنا اللفظ تقيل عليا، وهبدأ أعمل تواصل مع أساتذتنا في مجمع اللغة العربية نشوف كلمة مكان السبراني دي. في كل الأحوال، إيه الحكاية اللي حاصلة، وكيف نحمي أنفسنا ونحمي الدولة ونحمي النظام ونحمي أشياء كثيرة جدا، يبقى عندنا قدر من الحماية الأمنية من ونحن نتعامل مع التكنولوجيا. بيشرفنا الهواء مباشره المهندس احمد حجازي مدير شركه بروماك للتسويق. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. استاذ محمود فرج خبير تكنولوجيا المعلومات، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. هبدا بيك يا استاذ محمود، انت راضي عن حكايه الامن السبراني دي، اللفظ ده، المصطلح ده؟ لا حضرتك، هو اللفظ يعتبر لفظ تقيل شويه، ولكن احنا بس حابين نتكلم عن الحاجات اللي يقدر يفهمها المواطن البسيط اللي يقدر يتعامل بيها مع الداتا بتاعته، لان دي اهم حاجه ممكن تفيدنا في الفتره الحاليه. عايز اقول لحضرتك ان اكثر من 90% من الناس بتتعامل مع السوشيال ميديا او مع الكمبيوتر بشكل عام بطريقه بغشم، يعني مش عايز اقول بغشم بس يعني هو بيستسهل تقريبا معظم الحاجات اللي هو بيعملها. خليني اقول لحضرتك ان في حاجه اسمها الهندسه الاجتماعيه. الهندسه الاجتماعيه دي هي دي اللي بيقدر المخترق او الشخص اللي محتاج انه ياخد الداتا او البيانات الخاصه بالشخص اللي بيهاك عليه، بيقدر ان هو بيستخدمها عن طريق ان هو بيقدر يعرف ايه هي الحاجات اللي بيهتم بيها الشخص ده.
تمام، بمعنى انا بقدر اعرف هو اهتماماته بايه، بيهتم بايه، بيحب يتفرج على ايه، بيحب يشوف ايه، يدخل على ايه، ايه الحاجات اللي بيبص عليها، ايه الفيديوهات اللي بيشيرها، حاجات زي كده. تمام، فهو بيبتدي يستخدم حاجه زي كده في ان هو يبتدي يعرف يدرس الشخصيه اللي هو مين بقى. اجهزه بره يا فندم مثلا، هي حضرتك بتبقى اجهزه بره. طيب او بتبقى هل الاجهزه دي اللي بره او منظمات او واتيفر يعني عندها القدره على تحليل مليارات الاتجاهات؟ طبعا يعني طبعا، لان هو مش بيستخدم الشخص البشري في التحليل، هو بيستخدم التكنولوجيا في التحليل. يعني مثلا يقولوا لفظ مثلا، ودي مش نقطه، دي حقيقه بالظبط. في احد الدول العربيه في شركه انجليزيه كان فيها بتقوم بالامن، فحاطين على الكود عندهم ان لما يقول الحكومه تنور احمر وشوفوا الناس دول بتقول ايه على الحكومه. بالظبط. فالمصريين بالزبط. العاملين في تلك الدوله لما يجي بيتكلم عن مراته يقول الحكومه. دي مش نكته والله، دي مش نكته. فيقول الحكومه مظبوط، فيبدا بتاع ينور احمر، فتبدا الاجهزه ايه حكايه الحكومه دي وكده، لحد ما المساله بقت مزعجه. بالظبط. اكتشفوا ان لا، ان استخدام المصريين بيستخدم على مراته او بيت الحكومه وكده. فده انا بقول المثل ده عشان اقرب الحاجة بتقوله يعني. بالظبط. ان تبقى في مجموعه كودات واشياء معينه لما بيقترب منها الاتصال او يبدا يحلله كده. بالظبط. وبالتالي بيوفر التحليل. بالظبط كده. فدي بتبقى اكواد موجوده او محطوطه على السيستم المعمول، سواء ويب سايت زي السوشيال ميديا اللي احنا بنتكلم عليها، او ايا كان الجهاز اللي هو بيستخدمه، بيبتدي عن طريق ان هو يحلل الكلمات اللي بتتكتب. تمام. زي مثلا ما بنيجي نشوف على احد مواقع السوشيال ميديا، ان انا لما باجي ادخل وبعمل سيرش على حاجه معينه، ببتدي ان انا الاقي اعلانات بدات تظهر خاصه بالحاجه دي، مع ان انا عامل سيرش في مكان تاني خالص. ده لان هو قدر يعرف ايه هي الحاجه او الداتا اللي انا بسيرش بيها، وبدا ان هو بعد كده يحللها ويطلع لي الداتا اللي هو محتاج يعرضها لي، او اقدر ان انا اسحب من عنده بعد كده البيانات اللي انا محتاج لها. طيب فيما يخص بقى المهندس احمد حجازي، التسويق، هو انتوا كخبراء تسويق يهمكم ان انتوا تسوقوا المنتج وخلاص، ولا مهم جدا ان انت تبقى متاكد من السيفتي اللي بيسموه الحمايه كمان للمستهلك؟ طبعا. يعني انت الاولويه عندك بتبقى ايه؟ وبصراحه يعني التسويق في شخصين بيعملوه، في شركه فدي بتبقى ملتزمه بالتراخيص وبال مثلا المنتجات الطبيه لازم تكون في موافقه من وزاره الصحه في الكلام ده كله. اما الفريلانس فهو مش ملتزم. اللي هو المسوق الحر يعني، الحر اللي مش مرتبط بالشركه يعني. مرتبط بشركه. فده اللي بيعمل بقى عدم توازن. لو انا بس بتارجت الشركات او الاشياء اللي ليها تراخيص وموثقه في ان هي تبقى شغاله جوه البلد، هو فده بيعمل مشكله في السوق. طيب فيما يخص الامن السبراني، تعبيركم ده التقيل على قلبي قوي يعني، انما نمشيها. المشاهد اللي قاعد طبعا مش هيفهم كلام احنا بنقوله، ناخد بالنا من ايه باختصار كده يعني؟ هو مبدئيا اولا انا عايز اشوف الموبايل بتاعك واشوف الابلكيشن بصراحه يعني. اتفضل. لا افتح لي، انا عايز اشوف الابلكيشن بتاعك بقى بصراحه يعني بس اعرضه لي. لا ما هو مليان اهو. اكيد لازم يبقى مليان اهو يا سيدي. لازم. وريني برضه يا فندم نفس الحكايه. بالظبط. مليان برضه نفس الحكايه. بالظبط. امال بتحذرونا ليه بقى يا عم بقى؟ ما في منتجات اقل ضرر. طيب نقول قول لي بقى، فهمنا الحكايه دي. طيب مبدئيا السايبر سيكيورتي او الامن السيبراني هو المفروض في مصر انشاؤه كان المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء كان ادى قرار بانشاؤه يوم 16/12/2014. والهيئة دي لو مفعلة 100% يعني بالفعل في هيئة؟ طبعا 2014 16/12/2014 في هيئة؟ بالظبط. الهيئة دي دورها بتعمل ايه؟ أولا بتمنع الاستخدام الغير مصرح به وسوء الاستغلال واستعادة المعلومات الإلكترونية ونظم المعلومات والاتصالات والمعلومات المحتوى بتاع المعلومات. هاو ما هو لازم يبقى شايف كل حاجة. أنا دلوقتي ببيع منتج، شايف كل حاجة إزاي؟ معلش سيبك مني، أنا عايز المشاهد يفهم من فضلك. تمام. أنا جهاز موجود، أبقى شايف كل حاجة إزاي؟ هل ده بيعني إن التليفونات كلها مركوبة يا فندم؟ هي سهلة جدا. أنا بسأل سؤال. لا مش كلها. بتاعت مين؟ يعني مش كل التليفونات بتتركب. المهم أنا لأ. الله أعلم. ده موضوع تاني.
هي الفكرة الوسائل اللي بيستخدموها هي برضو برامج بتحلل، زي ما زميلنا محمود قال هي برامج بتحلل. فأنا واحد بيبيع منتجات فلازم يشيك عليها ولازم يشوف المنتج ده دخل ازاي وهل عنده تصريح ولا لا. يعني في دلوقتي منتجات طبية بتتباع اونلاين على السوشيال ميديا ما فيهاش اكسبير ديت، مش معروف هي جت امتى، ما دخلت امتى. طبية انا مش بتكلم في بقى في حاجة اجهزة مش ادوية، ادوية 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 اونلاين اونلاين. طب دي مصيبة. طبعا. طيب غير يا فندم، قيس على كده اي منتج سبلمنت. هل ده بيحصل في العالم كله ولا مصر؟ نقدر نقول مصر ودول الخليج. طب الهيئة دي بتعمل ايه؟ الهيئة دي دورها ان هي ما اللي انت بتقوله ده كان مفترض احد وظائف الهيئة. طبعا. طب فين بقى؟ ما هي غير مفعلة. انا لحد النهاردة يعني غير مفعلة؟ يعني انا من يوم ما تم انشائها المهندس ابراهيم محلب حتى الان انا ما شفتش ان الهيئة دي عملت حاجة. في كمية اكونتات فيك موجودة على السوشيال ميديا بتعمل اي حاجة بتقول اي حاجة. الرئيس السيسي في مرة في خطابه قال ان كان فيه في 3 شهور 21,000 اشاعة، يعني 233 اشاعة في اليوم. فين الهيئة؟ انت مطالب ان انت تجيب موظفين يقعدوا في رئاسة الوزراء كل يوم انا نزل اشاعة وهم يردوا عليها، انا نزل اشاعة وهم يردوا عليها. فين الهيئة؟ عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان لازم يتم تفعيل هيئة السايبر سيكيورتي. الهيئة دي موجودة في دول العالم يا فندم؟ تم تفعيلها في السعودية من فترة قريبة. لا بتكلم على دول العالم كله، امريكا بقى مش عارف ايه، ولا دي تبقى شغل اجهزة مخابرات؟ بالظبط. شغل اجهزة مخابرات. بالظبط. طيب. تحليل بيانات هو شغله. هرجع لك يا فندم. استاذ محمود، من المعلوم بالضرورة، انا كنت كاتب ده يوم الخميس في مقال مهم قوي في الاهرام. اسمه الجيوش المنطقة الالكترونية. تمام. استاذ احمد ذكر دلوقتي ان انت بتجيب حد يرد وكده. تمام. واتكلم على الاكونت الحسابات الوهميه اللي موجوده. الجيوش الالكترونيه اللي موجوده في العالم وفي المنطقه واسرائيل ويعني والميليشيات، يعني في ميليشيات بتاعت عصابات زي الاخوان والناس الارهابيين الموجودين، لدرجه ان قيل ان داعش جندت معظم الولاد والبنات اللي من اوروبا بتاع من خلال الحاجات دي وكده. تمام. ازاي نحمي نفسنا يا فندم؟ طيب خليني اقول لحضرتك على حاجه. احنا هنتكلم على طرق الحمايه، سواء ان انا احمي نفسي من الشخص اللي جاي عايز يجندني لحاجه معينه، او ان انا احمي الداتا بتاعتي اللي موجوده على جهازي او على الاجهزه بتاعتي. طرق الحمايه عندي اول حاجه ان انا بقلل من المعلومات اللي موجوده عندي، او بقلل من المعلومات اللي انا ببتدي اعرضها على السوشيال ميديا. تمام. ما ابتديش ان انا اطلع معلومات مهمه جدا او خاصه جدا بالنسبه لي، زي مثلا معلومات الخاصه بالبنك اكاونت بتاعي، حساب البنك، حساب البنك تمام، او الحسابات الخاصه بتاعتي او اليوزر نيم والباسورد بتوعي لحاجات مختلفه انا بستخدمها بشكل مهم او اساسي بالنسبه لي. ببتدي في نفس الوقت ان انا اقلل او احذف البيانات اللي انا بستخدمها على الموبايل، ان انا اقلل الداتا بتاعتي سواء صور سواء فيديوهات، الحاجات اللي انا بتكلم فيها دي لازم تتحذف من على الموبايل بشكل مستمر. وفي نفس الوقت لما اجي انقلها على جهاز عندي في البيت لازم انقلها على جهاز مش متصل بالانترنت، لان اي جهاز متصل بالانترنت ده بيسمح باختراق اي معلومات عندي ويبتدي ان هو ياخد او يسرق. نمره واحد يا فندم، ان اي جهاز طالما اتصل بالانترنت فهو اصبح وسيله ارسال واستقبال. بالظبط كده. بالظبط. الانترنت هي حاجه مفتوحه يقدر اي حد انه يدخل عليها. طيب يعني ده يعني ده بيعني يا فندم ان انا لما اروح البيت ولا كده يعني تمام خاصيه ان الطيران ان انا افصل الاجهزه عن النت. مش كل الاجهزه، خلينا نقول الجهاز اللي حضرتك بتحط عليه المعلومات الخاصه بتاعتك افصله عن النت. نفصله. خليني ادي لحضرتك مثال على طب وده اذا كان طول الوقت متصل بالنت يبقى ننقل المعلومات المهمه اللي عليه على جهاز تاني مش متصل، وده بيبقى افضل حل واسلم حل. خليني اقول لحضرتك على بعض الطرق اللي بتستخدم عشان اقدر ان انا اخد المعلومات من على جهازك بدون ما حضرتك ما تشعر. اتفضل. مثلا الحسابات بيتم اختراقها على الفيسبوك بشكل هنقول الشكل البسيط جدا، ان انا اقدر ابعت لحضرتك رساله بشكل معين فيها لينك معين، الرساله دي لما بتوصل لحضرتك بتشوف اللينك ده سواء بيقول لك مثلا في خبر بشكل معين، فحضرتك بقى تهتم بالخبر، تبتدي تفتح الخبر ده عشان تبص عليه، دخلت على موقع او على حاجه خاصه بالهاكر اللي بعت لك اللينك ده، فيبتدي يسحب من عندك المعلومات اللي انت عايزها.
تمام. دي طريقه. في نفس الوقت في مثلا حاجات بتتبعت كتير على الفيسبوك، سوري على الواتس، انه يبعت لحضرتك لينك ويقول لك مثلا من ضمن الحاجات اللي بتتبعت اللي بتشد الناس، يقول لحضرتك انا جربت، يعني اول الرساله يقول لك انا جربت وكسبت. فالناس عشان يعمل لك عمليه يجذبك وكده. بالظبط كده، الناس تبتدي ترسل لبعضها نفس الرساله من غير ما يشعر، ولكن بيقول لك انا جربت وكسبت، ارسل ل 10 من عندك مثلا. حكيت 10 و5 دي، ولما لو ما رسلتش ربنا هيسخطك مش عارف تبقى ايه لا بجد. ده حقيقي. الحاجات دي ايه بقى؟ الحاجات دي هو حد هو ربنا سبحانه وتعالى يعني جل في سماه وعلاه يعني طبعا. مستني ان انا ابعت ل10 يعني ما برضو ويقول لك ايه وهيحصل لك مصيبه ان ما عملتش بعد 5 دقائق او يحصل لك حاجات كده يعني. تمام، هو فعل الخير ده شيء واجب علينا. بس ده مش ولكن ده بيعمل شغل شركة الاتصالات فعلا. بالظبط بيعمل لها فلوس شركة الاتصالات، ده مش خير. الاسلوب ده كده مش مظبوط، الاسلوب ده كده مش صح. يعني احنا نقول للمشاهد ما ينفعش يفرض عليا ان انا اعمل، نقول للمشاهد ان انا لما يجي لي على الفيسبوك ولا على الواتساب او وات ايفر يعني بالزبط. يجي لي يقول لي مش عارف ايه هيصيبك كذا او ابعت لي كذا او مش عارف ايه بالظبط، نعرف ان ده في حاجه يعني بالزبط. وان ده بالحساب شركه الاتصالات اللي عليها بالظبط. ودي احنا ما نقدرش نفتي في هيصيبك ايه او ما يصيبكش ايه، هو لازم يبقى حد من دار الافتاء هو اللي بيحكم في حاجه زي كده. ولكن كل اللي احنا بنقوله ان ممكن يكون ده حد هاكر بيحاول ياخد المعلومات اللي عندك او بيحاول يستفيد من الداتا اللي عندك. ارجع لحضرتك اتفضل، انتوا ما عندكش تجارب شخصيه بغض النظر عن ان اتهكرت مثلا؟ لان احنا في مصر احنا كل الحاجات الانجليزيه المصطلحات عربناها وعملناها بقت فيرب كمان يعني هكر هكرت يعني. بسمع يقول لك ان الحساب بتاعي صفحتي تقيله على الفيسبوك واعملوا لي نجزه، وانت لحد لحظه مش عارف نجزه يعني ايه بالمناسبه، اعمل لي نجزه او مش عارف ده عني او كده يعني. وغالبا فيسبوك نفسه ما يعرفش يعني ايه نجزه. لا انا نجزي كل مصر بس نفسي افهم ايه نجزي دي، انا مش فاهم. بس ما علينا، احنا ازاي نعرف ان احنا بقى في هاكرز او بقى كذا يعني؟ شركات السوشيال ميديا الفيسبوك بيعمل انظمه حمايه ان لما بيجي حد يدخل على حسابك من اي مكان تاني بيديك على طول زي الفيسبوك. لو انا نفسي دخلت من اي جهاز تاني بيديك رساله على الموبايل ان في حد بيخش على الاكونت بتاعك، فانت بسرعه بتعمل ودي مدفوعه. انظمة الحماية دي لا مش مدفوعة. ما هو انت كده كده موافق ضمنيا لما عملت الحساب ان الداتا بتاعتك كلها واخدها، فايه الفكرة يعني في اللي يبقى حسابك؟ تاني قول للمشاهد بس معلش تمام. ما تقولش المعلومة الخطيرة دي كده. انت موافق من البداية على ان لما عملت بتاعك. الاكاونت بتاعك ان ايه؟ ان البروفايل بتاعك ملكه. ان هو بيستخدمه. انا ما كنتش موافق، مين قالك ان انا كنت موافق؟ دايما بيحطها لك في وسط حاجات انت بتاخدش بالك. وفي الاخر بيقول لك اجري، بتقول له اجري، انما هو حاطط ده ضمن ال طبعا. هو لما يجي يروح محكمه المالك بتاع اي شركه منهم ويقولوا له انت استخدمت البيانات الشخصيه بتاعت العملاء عندك، يقول لهم هم موافقوا، هو موافق ان انا استخدمها. طب انا دلوقتي خلاص انا اتضحك عليا، اوكي اعمل ايه بقى دلوقتي عشان احمي نفسي؟ الحل الوحيد ان احنا نغير ثقافتنا شويه من فكره الاستهلاك بقى، ونطلع بره الناس دي شويه، نطلع بره الناس دي شويه. بمعنى نرجع نشتغل، بمعنى نبعد عن السوشيال ميديا. عايزين كلام عملي. ده كلام العمل. ده انت هتلاقي كل الناس دلوقتي قاعدين مش عارف ايه. ده كلام يا عم، ده عاد دائره الناس وعلى المحور والدنيا بنجري، وواحده قاعده بتكتب بتاع ده يعني ازاي نعمل ايه؟ سيبك من غير ثقافتنا. الكارثه موجوده دلوقتي خلاص. تمام. هل يمكن ان انا اغير الشرط ده؟ الغرض ان انا اغير الاكونت واعمل اكونت من اول جديد وابتدي بقى احط فيه ان انا ما فيش اي حاجه اكتب عليها اكسبت او ادوس عليها ان انا قابل غير لما اقراها كويس، واتاكد مليون في الميه ان هو مش هيستخدم بياناتي، وبعد كده اعمل الدرجات بتاعت الحمايه. يعني انت استاذ احمد بتقول لي ان احنا لما جينا عملنا الاكونت لاي شيء في ابلكيشن كده احنا بنمضي عليه وبنقول ان احنا موافقين، في هذا الابلكيشن موجود فيه ان انت ملكه. مظبوط. والحساب ده ملكه ويستخدمه كيفما شاء. ده مكتوب فعلا؟ مظبوط. ده مكتوب يا فندم؟ ده احد الشروط اللي موجوده وانا بنشئ الحساب او موجوده عندي في الحساب فعلا وانا بنشئه. ولكن خليني اقول لحضرتك على حاجه. معلش 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 استنى بس. انت عندك حساب؟ عندي حساب. وانت وافقت؟ لازم يبقى فيه موافقه. يعني دي احد الشروط. زي ما خبر يا عم، وافقت ايه؟ وافقت على الكلام اللي هو قاله ده؟ ولكن انا موافقتي ولكن اللي حضرتك بتسال عليه اجابته ان انا اقلل من المعلومات اللي انا ممكن اسمح له بيها، يعني ما احطلوش كل المعلومات المهمه بالنسبه لي.
اديني مثلا لو سمحت. يعني زي ما قلت لحضرتك حساب البنكي يبقى عندي يوزر حساب البنكي ده ما فيش حد عندنا في عندنا فلوس تمام. الصور الشخصيه، الفيديوهات المهمه جدا بالنسبه لي اللي ممكن اللي انا شايف من وجهه نظر ان انا اقدر ان في حد ممكن لو شافها او استخدمها في الحاله دي انها هتاثر عليا انا شخصيا. تمام يا فندم، ده انا عندي على صفحات الفيسبوك الستات تقول لك انا دلوقتي قاعد على الشيزلونج، انا على البيتش، انا كنت في الفرح، انا كنت مش عارف ايه، انا في ايه، وصور يعني الحقيقه يعني ومش واحده ده دي ظاهره موجوده وبالذات البنات وكده. وبعدين انا عيان دلوقتي، انا في المستشفى بالزبط. انا مركب الخراطيم، انا مش عارف ايه، يعني الحياه اليوميه للمصريين تسجل الان على الفيسبوك. هي دي النقطة المهمة، إن أنا ما ابتديش أحط كل حياتي اليومية على الفيسبوك. هنرجع للجزء اللي حضرتك اتكلمت فيه أو سألت فيه، هو الخاص بالجيوش. إحنا دلوقتي الجيوش عندنا الجيوش في العالم بتبتدي تدرس الجهة التانية دي إزاي؟ عن طريق تعاملات الأفراد أو المواطنين داخل الدولة. يبتدي يدرس تعاملات الناس دي إيه؟ زي مثلا ما يجي يبتدي يشوف أو يعمل ألارم عنده إن الناس بتقول إحنا عندنا مشكلة في النواحي، زي مثلا النواحي الغذائية. انا عندي الناحيه الغذائيه فيها مشكله في الدوله، فبدات الناس تبتدي، ولكن قد تكون هي اشاعه حد طلعها، ويبتدي الناس تشير نفس المشكله او نفس الخبر ده وينتشر بشكل كبير. هتبتدي ان الدوله الثانيه اللي بتبتدي انها انها بتشوف او بتدرس حاله المواطن ده او الوطن ده، بتبتدي انها تشوف الاخبار اللي موجوده او بتتشير، سواء كانت اخبار حقيقيه او اشاعه، بيبتدي ان هو يدرسها ويشوفها، وفي الحاله دي بقى عنده معلومات عن الوطن ده عامل ازاي، حاله الوطن ده ايه، حالته الاقتصاديه ماشيه ازاي، الناس بتعاني من ايه، مشاكل الناس عامله ازاي، ويبتدي ان هو يلعب على الحته دي عشان يجند بعض الناس اللي قد تكون نفسيتها ضعيفه، يبتدي ان هو بسهوله يتجند مع الجيوش الثانيه دي. يعني حضرتك استاذ محمود بتقول لي ان انت وانت قاعد تتعامل مع المسائل دي كلها لازم ان انت تشغل دماغك بالظبط، ما تبقاش منقاد تشير وخلاص بالزبط. وبعدين انا لسه كان حد محترم داخل معايا من شويه، فكان بيقول لي اقول له المعلومات دي، قال لي انا جبتها من المواقع، قلت له لا، بالنسبه لي مش ما اقدرش اقول الكلام ده على الهواء يعني بالظبط. يعني انما وبالتالي حضرتك بتقول لي ان احنا يجب ان احنا ما نكونش عبيد، ما نكونش تابعين، ونبقى يعني ايه بننقاد بشكل جماعي للكلام اللي بيتقال ده وكده. مش كل اشاعه تطلع نبتدي ان احنا نقول انها او نصدقها بسهوله، او نقول ان ده خبر حقيقي ونبتدي ان احنا نشيره والناس كلها تبتدي تعرفه، او في نفس الوقت ما بتبتديش تتكلم عن المشاكل الاقتصاديه الخاصه بالبلد، لان دي بتبقى دراسات بتتعمل على الدوله دي. الجيوش بره بتبتدي انها تدرس المشاكل دي وبتبتدي ان هو يتعامل معها. بالنسبة لأستاذ أحمد، تنصح بإيه الناس؟ إيه برامج الحماية؟ يعني إحنا بنشوف في حاجات بنشتريها كل شهر، وفي حاجات تانية حتى لما بتيجي تجيب اللابتوب أو بتجيب جهاز جديد، أنت بنروح نجيب حاجات مضروبة، حاجات كوبي مش حاجات حقيقية وكده، مش برامج يعني. وبعدين بنحط حتى ما بنحط برامج حمائية يعني بتلاقيها برضو بتفرض عليك بعض الحاجات. بشكل عام، ما هو الحد الأدنى اللي مطلوب من المواطن لحمايته هو الأول شخصيا يعني، وحماية أجهزته ومعلوماته؟ هل في برامج بتتباع تبقى مضمونة؟ إيه الحكاية؟ أي حاجة أنت مش عاملها بإيدك مش مضمونة. يا عم أنت بتخوفنا ليه؟ ما هو ده، أنا دي حقيقة. يعني نكسر الحاجات دي؟ ما أي حاجة أنت مش عاملها بإيدك مش مضمونة. وإحنا بنعرف نعمل حاجة بإيدينا؟ لازم نعمل. يعني إحنا بقى إحنا اللي عملنا ده؟ هنفضل لحد إمتى مستنيين؟ يا عم انا بسالك على اللي حاصل دلوقتي. طيب ما احنا لحد ما نبدا نعمل ده قدامنا يعني، ما تخلينا ساكتين. لا المفروض نعمل ايه دلوقتي في الحاجات اللي موجوده بين ايدينا دي؟ نعمل ايه دلوقتي؟ اي حاجه خاصه وذات قيمه تبعد عن اي جهاز يكون متواصل على النت. بس اي حاجه خاصه وذات قيمه بالظبط، ويعني صوري، صور ولادي، صور مش عارف ايه، ما تحطش. دي برايفت، دي بتاعتي، دي خاصه، ما تحطهاش على حاجه جهاز. توصل على الانترنت. طول ما اي جهاز متوصل بالانترنت فهو في ال يا سيد بيه حضرتك، ممكن اللابتوب تبقى قاعد والكاميرا بتاعته تشتغل وتصورك وتصور والكلام اللي بيتقال كله، تبقى انت على الهوا فعلا. التابلت وهو متوصل على النت. ما هو متوصل على النت وانا مقفول، يعني احنا كده ده ممكن يبقى على الهوا؟ لو شغال انت على الهوا. يعني شغال ازاي؟ شغال كده. طب لو مش شغال كده، لو مقفول، لو مقفول خلاص لا. طب خلاص نقفل. لذلك الناس كلها بتنصح ان لو عندي لابتوب بحط ستيكر على الكاميرا، الكاميرا الاماميه بتاعت التليفونات احط عليها ستيكر، والتليفون يبقى صوت احسن ما يبقى صوت وصوره.
عشان الفضيحه ما تبقاش تبقى اقل شويه. انا بقل بحاول اقللك اهو. ماشي والله افاداكم الله. طيب نشتري نعمل ايه بقى يعني؟ احنا هل احنا في اجهزه معينه توصوا بيها او ابلكيشن معين او برامج معينه تقدر توفر للحمايه دي؟ احنا كنا لفتره معينه كنا بنثق في جهاز واحد وفي سيستم واحد. قول لي اسم ما يهمناش احنا. اي او اس. الاي او اس. اه تمام. ايه الاي او اس؟ الابل. الابل اه اللي هو ده كله. وحضرتك ذكرت في اول الموضوع المشكله بتاعت الرئيس الامريكي دونالد ترامب. هواوي وابل. اه دوله الصين ودوله امريكا اتنافسوا في تليفونات، وده اخترق ده وده اخترق ده. فما بقاش في حاجه في اللي هو ال 100% ان هو حمايه. اعمل ايه؟ في برامج معينه او في ايه اللي ممكن اعمله والامر هكذا؟ اقلل من الداتا بتاعتي. اقلل من الداتا بتاعتي ولازم اقلل من ان انا اروح في اي مكان اعمل تشيك ان. لما تعمل تشيك ان بيبتدي يسجل يعني ان انا موجود حاليا في مدينه الانتاج مثلا. ما اعملش ده يعني؟ ما اعملش كده، لان انت هتروح في اي مكان تاني. استاذ سيد بقى موجود في الحته الفلانيه يوم كذا، وكل يوم في الوقت الفلاني بيبقى في المكان ده. احمد في الحته الفلانيه كل يوم في المكان ده. في حد بيعمل كده؟ طبعا. انا بس ما بشوفش غير كل الستات وهي رايحه المطار بيقول لك في سنه كبار الزوار مش عارف فين. ده بقى في المطاعم وبقى في الكافيهات وبقى في الجامعه وبقى في الشغل. دي معناها ايه؟ هما بيعملوا كده ليه؟ معلش والله ما يعني مش قصدي ان انا اتريق، بس انا مش فاهم. واحده قاعده في مطعم او واحد قاعد مع كذا او واحد مسافر مش فاهمها يعني ايه دلالتها؟ بيعملوا ده ليه يعني؟ هل فشخره مثلا ان انا مسافر؟ ما ممكن ناس بتسافر للعلاج يعني، مش فاهمها. والله من وجهه نظري ان احنا شفنا الناس بتعمل كده فعملنا زيهم. لا يعني بس انا كمصري حضرتك انا قاعد في كافيه، ليه اقول ان انا اقول ان انا قاعد في الكافيه في مش يعني هل في بجد؟ انا مش فاهم. ما هو الفيسبوك او السوشيال ميديا عموما خلى الناس تقلد بعضها، انفصام في الشخصيه، تقلد بعضها بدون ما تبقى تفكر، بدون ما تفكر انا بعمل الخطوه دي ليه. خلينا اقول لحضرتك برضو في النقطه دي اضافه بسيطه، ان احنا كشعب مصري الحمد لله عندنا حته فعلا الفشخره شويه. ان احنا بنحب شويتين ثلاثه مش شويه، ده حقيقي. ان احنا بنحب نقول احنا في الاماكن الفلانيه، بنحب نشوف الناس هي بنحب نستقبل انطباع الناس عننا في الاماكن دي او في حالتنا في حياتنا بشكل عام. يعني ان انا حابب لما اقول ان انا في المكان الفلاني حابب اشوف رد فعل الناس عليا ده هيبقى عامل ازاي، سواء من اصحابي من اصدقائي. دي حاجه خاصه بالشعب المصري شويه. تمام. يعني نقدر نقول في السوشيال ميديا داري على سوشيالك، يعني داري على شمعتك تقيل مش كده؟ داري على سوشيالك برضه. نقدر اخد منه الايجابي، اخد منه اللي ينفعني. لو هعمل سيرش على حاجه تنفعني في شغلي في دراستي في اي حاجه، ده يعني ليه لا؟ ليه ابقى اشير مثلا اشاعات؟ ليه اشير حاجه ليها مشكله؟ انت عارف يا استاذ احمد، انا كنا بنناقش من شويه او في كلام حوالين القضيه الشهيره بتاعت الفيلم ده. فانا قاعد اقول واحد ارتكب ده وربنا ستر عليه، طب هو صور ليه؟ مش فاهمها يعني نفسي. وبعدين نمره اتنين، طب وبيشير ليه يعني؟ انا مش فاهمها يعني. لا خليني اقول لحضرتك، انا اسف لمقاطعتك. هو اكيد ما فيش حد هيحب انه يشير عن نفسه، يفضح نفسه. بالظبط، ده حاجه طبيعيه، ولكن دي حاجه تم اختراقها بشكل او باخر. تمام. ازاي؟ خليني اقول لحضرتك بعض الطرق زي ما قلت لحضرتك اللي ممكن تخليني اخد حاجه من على موبايل حضرتك، سواء زي ما قلنا ان انا ابعت لينك بشكل معين فحضرتك يعجبك اللينك ده كخبر ويبتدي تدخل عليه فيبتدي يسحب المعلومات اللي عندك، او ان انا ابتدي اعمل تطبيق او ابلكيشن على الموبايل. التطبيق ده حضرتك وانت بتسطبه على الموبايل بتاعك بتبتدي تديله صلاحيات معينه. من ضمن الصلاحيات دي اولا ان انا اسمح له انه يستخدم الكاميرا بتاعتي، اسمح له انه يستخدم الداتا اللي عندي، الكونتاكت اللي عندي، اقدر اسمح له بكل حاجه يقدر يعملها على الموبايل، اسمح له يستخدم اللوكيشن عندي، انا مكاني فين. هو اوتوماتيك هيعمل ده حتى لو التليفون مقفول، هو اوريدي مفتوح بس انا قافل السكرين بتاعته. بس في الحاله دي يقدر يعمل الكلام ده، يقدر ان هو يبعت المعلومات دي على لصالح الهاكر اللي عمل الابلكيشن ده في اي وقت انا فاتح فيها الموبايل. تمام. فانا ما اسمحش وما اديش صلاحيات لاي برنامج او اي لينك انا ما اعرفش عنه حاجه او انا مش واثق فيه. عموما في كل الاحوال دي ثقافه شديده الاهميه. معايا الاستاذ احمد من اسكندريه، اتفضل يا فندم.
استاذ احمد من اسكندريه اتفضل. التليفونات في حاجه يا جماعه النهارده؟ يا استاذ احمد. ايوه يا فندم معاك سامعك. يا عم انا بكلمك ثلاث مرات يا عم ما تصحصح معايا يا عم احمد بقى. سامعك والله يا استاذ. مساء الفل. مساء العسل يا استاذ. اتفضل يا فندم اللي انت عايزه تحت امرك. انا الصفحه بتاعتي على الفيس اتسرقت مني واتعمل عليها هاكر والهاكر حول فلوس كمان من الصفحه وما عرفتش استرجعها. وحاولت بشتى المحاولات وصفحه موجوده مثلا انا معايا الفيس بتاعي مثلا بقاله بتاع 14 سنه. والصفحه اتسرقت مني. اتسرقت منك ازاي؟ واللي سرقها ما اعرفش عمل ايه في الصفحه ورحت قعدت مع ناس ومش عارف ايه. طب خليك وقالوا لي هات الحساب بتاع الياهو. قلت لهم انا الياهو ده ما اعرفش الحساب بتاعه لانه من زمان جدا والصفحه بتاعت الفيس اتسرقت. والمشكله خد منك فلوس؟ استغل اسمي يعني انا مش حد يعني جامد او حاجه ده انا مواطن عادي واستغل الاسم اللي هو يعني يتكلم باسمي اللي انا في ورطه ومحتاج فلوس ويطلب تحويل رصيد على رقم وبالفعل تحول له رصيد والرقم اللي تحول له بيه رصيد تلاقيه على طول مقفول وما عرفتش ارجع الصفحه دي لحد دلوقتي. لعند دلوقتي ما عرفتش ارجعها. طب عملت ايه عشان تلغي المسائل دي تماما بقى يا استاذ احمد؟ عملت صفحه جديده وبعت للاصدقاء اللي هم كانوا عندي على الصفحه وفي ناس لسه ما قبلتش ومعيش ارقامهم يعني علاقتي بيهم. المهم ان الهاكرز ده ما تكونش دعت له. ايه؟ المهم الهاكرز اللي هكرك ده ما تكونش بعت له مره تانية. ما انا ما اعرفوش مين، انا ما اعرفش ايه مين ازاي هكرت الصفحه. طب حاول تحافظ على صفحتك يا استاذ احمد. يعني هو ما فيش امكانيه اللي هو نعرف حد معاك الاستاذ محمود. هل في امكانيه ان هو يستعيد صفحته تاني ويعرف ايه اللي حصل؟ بص يا استاذ احمد، هي حضرتك الصفحه دي او صفحه الفيس بتتعمل بعلاقه مباشره مع الايميل بتاعك اللي هو الايميل بتاع الياهو اللي حضرتك مش فاكره. تمام. ده بالاضافه برضو زيه بالظبط الابلكيشنز او الموبايل عندك نفس الكلام بتعمله سواء لو كان اندرويد بتعمله على الايميل الخاص بيك على الجيميل. تمام. لازم حضرتك تبقى عارف الايميل ده. اوكي. لو قدرت تعرف الايميل ده ممكن ان شاء الله بسهوله تقدر تسترجع الصفحه دي. طب ولو ما عرفتش انا مش عارف اوصل للايميل يبقى هو خلاص الايميل هيبقى فيها صعوبه. هيبقى فيها صعوبه. ممكن تحاول ان انت تريبورت الصفحه دي للفيسبوك، بتعمل ريبورت ليها يعني على اساس ان تم الهاك بتاعها انها اتهاكت يعني. اوكي. وهيبتدوا هم يقفلوا الصفحه دي او يرجعوها لك. تمام. عملت ريبورت للفيسبوك يا استاذ احمد؟ انا عملت والله بس مش عارف بقى هل هي الصفحه وقفت ولا شغال. انا عرفت اللي هي شغاله يعني انا واحد صاحبي قال لي انت لسه مكلمني قلت له انا عملت صفحه جديده قال لي اه انا جاي لي منك صفحه جديده وصفحتك القديمه قلت له ما عدتش شغاله قال لي لا ده انا لقيتها نشط امبارح كان نشط. يعني كل الناس بتشوف صفحتك الا انت يا استاذ احمد؟ نعم. كل الناس بتشوف الصفحه بتاعتك الا انت؟ ما هو انا مش عندي، ما انا خلاص ما هي الصفحه. يا عم روح لصاحبك اللي كلمك ده وبص على صفحتك. طيب انا بتمنى، انا عموما انا بهزر معاك يا استاذ احمد، انا بتمنى ان يعني ناخد بالنا من الحكايه دي قوي خاصه ان النموذج بتاع احمد ان حد طلب على اصحابه قال له انا في ورطه ولا في كذا ودي كانت موجوده من زمان الحكايه دي قوي وحصلت معانا كلنا على فكره يعني. فانما بتالي بقت قديمه شويه يعني، بقت الحكايه دي قديمه ما بقتش يعني. ولا لسه هم على قديمهم؟ ما هو مثلا محمود زميلي وانا عارف مليون في المية ان هو مش هيتزنق ومش هيطلب غير لما يكون مزنوق، فلما يقول لي انا عايز فلوس يبقى محمود فعلا انا عايز فلوس فهبتدي احول له. بس هي المشكله هحوله فين؟ انا اكيد طالما زميلي فانا عارف رقمه ايه وعارف بياناته ايه، ففي الحاله دي لما اجي احوله. طب هو لما حوله على ايه بقى؟ زي ما استاذ احمد بيقول ان هو اللي عمل هيك على الصفحه بتاعته بعت رقم جديد خالص الناس تحول عليه. وبالتالي ده طريقه ملتويه ان هو يبتدي يعمل. طب ما هو اللي هيحول له بدا يعرف الرقم ده المفروض. طب ما هو ده سهل قوي انه المفروض عن طريق الرقم ده لو عمل بلاغ في النيابه بالظبط كده ان هم يتتبعوا الرقم ده ويشوفوا الرقم ده باسم مين وبياناته ايه ويبتدوا ان هم يرجعوا له يعني. نعمل ايه يا فندم؟
زي ما قلت انا يهمني المشاهد اللي قاعد بيشوفنا دلوقتي نعمل ايه. اولا زي ما قلت لحضرتك ما استقبلش حكايه ما استقبلش ما استقبلش حاجات انا مش عارفها. في حساب او صديق معين بدا يحط حاجات معينه بشكل معين او تجي لي منه رسائل مختلفه، ما ابتديش ان اجري على الرساله وابتدي ادوس على اللينك عشان اعرف هو ايه هي الرساله دي. ممكن انا اكلمه ارد عليه بالرساله. تتكلم على الماسنجر ولا على الايميل؟ على الاثنين. الماسنجر كمان؟ بالظبط. ايه ده بالظبط؟ يعني الماسنجر والانستجرام والواتساب والحاجات دي كله. اي مسج ممكن تجي لي، اي رساله ممكن تجي لي على اي حاجه بتسمح بالرسائل، ده في الحاله دي ممكن تكون هاك. حتى الاس ام اس؟ لا، الاس ام اس لو جالك فيه لينك هتدوس على اللينك هيدخلك في حته. انا كنت متخيل في الايميل بس. لا، لما حاجه بتقول انستجرام واتساب والماسنجر وال كل اي لينك انا اي لينك جاي لي ما اعرفوش بالظبط، ما اقدر ما مش المفروض. ده محتمل يبقى ممكن يبقى هاكر. هاكر بالظبط. مش على فكره اللينك اللي هيجي لحضرتك هو حاجه حضرتك عاوزها، حاجه عملت عليها سيرش. يعني مش هتيجي حاجه بعيد عنك، اللي هو هيثير جواك ان انت لازم تدوس عليها عشان انت كنت بتدور عليها. النتيجه لان هو متابعني، النتيجه ان انت عملت سيرش مثلا على جوجل على حاجه معينه. ناس كتيره جدا بتعمل سيرش على الحاجات الاباحيه والحاجات دي وكده. طيب خلينا ولا ايه؟ طبعا اصلك انت سكت. لا ما هو ده للاسف. انا بقول هروحك على حاجه تانية. الكريدت كارد بتاعي ما برضو مش المفروض. ما تقولش رقم لو سمحت على الهواء. بالظبط. لا على الهواء او غير الهواء مش المفروض. انا ممكن اروح مثلا اشتري اي حاجه من اي محل بالكريدت بتاعي. اي في جنوب شرق اسيا ما تستخدموش. المفروض. انا بقول لك ما تستخدموش. المفروض. ده حقيقي. ولكن خلينا اقول ان انا بشتري من عند محل معين حاجه فالكريدت كارد قدامي. ممكن بعض الحالات اللي كانت بتجيلنا يعني ان انا ممكن اللي خد الكريدت بتاعي ده ان هو وهو بيستخدمه يبتدي يشوف فيه ورا الكارت السكيورتي كود بتاعي اللي هو 3 ارقام، يبتدي ان هو يشوفه. ومجرد ان هو شافه وقدر بشكل سريع ان هو يقدر يعرف رقم الكريدت كارد بتاعي، يقدر يستخدمه على النت اونلاين بشكل زي ما هو عايز ويسحب تاني اي تاني فلوس تاني هو عايزها. تاني الكريدت كارد من ورا فيه رقم سري او كود من 3 حروف من او 3 ارقام بالظبط. طب هو بيشوفه ازاي يعني؟ هو هي بتبقى طريقه سريعه كده بيقدر ان هو يشوف الرقم ده لان هو 3 ارقام في الاخر، ففي الحاله دي مش بيبقى سهل. طب يعني العالم عارف اللي انت بتقوله ده يا استاذ محمود؟ في ناس عارفه وناس مش عارفه. انا بتكلم على المؤسسات الدوليه، عارفه الكلام ده اكيد. اكيد عارفه. طب ليه ما يعملوا ده يعني فيري يعني يعملوه ايه؟ معقد شويه بحيث ما يتعرفش بسهوله. لان بيستخدم الكريدت كارد ده الناس العاديه فما يقدرش يعمله بشكل معقد. طب وبالتالي نعمل ايه؟ وبالتالي في حل بسيط جدا. ان انا ممكن الزق استيكر على الرقم ده. لو انا بديه لحد وقاعد في مطعم طب انا لما باجي احط ده في الماشين ممكن ما يطلعليش فلوس؟ لا لا، هو مش محتاج الرقم السري ده في حاجه في الماشين. لو يعني انا لما ادخله في الاي تي ام ما يعمليش مشكله؟ لا خالص. ملوش دعوه خالص. يعني حكايه الاستيكرز دي نستخدمها بقى في كل حاجه بقى؟ بالظبط. موبايلات وكده يعني؟ بالظبط. ده افضل حل لحاجه زي كده. واي حاجه جايه لي لينك ما اعرفوش ما تجيليش عليه افتحه كده. بالظبط. وغير الباسورد باستمرار. انا يعني انا شخصيا اظن انا عامل باسورد مفيش حد في الدنيا ممكن يعرفه. تغيره باستمرار حتى لو هتزود رقم وتقلل رقم كل فتره. ليه بقى؟ لو في حد متابع الـ 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 الحساب بتاعك فبيفضل يستنى لك اي حاجه او اي غلطه عشان ياخد منها الرقم ويبتدي يبني عليه بقيه الباسورد لحد ما يوصل للحقيقي. على فكره الاختراق مش بيجي في يوم وليله، ده لو مش عن طريق لينك. يعني لو عن طريق لينك هو يعني خلاص في ثانيه تبعك وانت هدف قدامه وحطك عشان يعرف. هل ده استاذ احمد مع اي حد ولا مع اكيد مع ناس معينه؟ ناس معينه اللي انا هحتاج اخد منه رقم الفيزا. هحتاج اخد حسابه عشان اعمل بيها يعني حاجة. معنى كده ان انا عايز اقول ان الناس اللي بيشوفونا المتابعين العاديين خالص ما يقلقوش قوي. يعني انت مفيش حد هيتابعك قوي بالتفصيل الممل ده. انما ممكن يتابعوا بعض السياسيين، بعض المشهورين، بعض يعني. لو اجهزه دول تانية هتحتاج البسيط عشان تعرف بيانات عن الامن والدقيق والاكل والحاجات دي وكده. وايه مشاكلك في الحياه والمواصلات وتشتكي من ايه؟ عندنا مشاكل خالص. انت قلت مشاكل؟ لا مش انا بسالك. احنا عندنا مشاكل؟ احنا عندنا مشاكل. الحمد لله زي الفل. الحمد لله. وان شاء الله نبقى زي الفل. ان شاء الله. الحقيقه انا يعني بشكركم جدا يعني
معلش انا حاولت اخلي لان السبرانه ده خلاني اخلي الحلقه يعني طبعا. نهزر شويه عشان ما يبقاش المشاهد كده لما بيسمعوا كلام معقد فبيهرب مننا يعني. فانا شاكر فضلكم طبعا. انما بكلمات بسيطه قوي ان طالما بدانا نتعامل مع ثقافه مش بتاعتنا وبدانا يبقى عندنا ثقافه الانترنت والفيسبوك وتويتر وانستجرام وبدانا كمان عايز اقول لحضراتكم في كارثه اسمها الجروبات على الواتساب. من الممكن حضرتك بتعمل جروب مع العيله مع اصحابك جروبات مغلقه، انما انا بفاجئ كل يوم في محطوط في 50 جروب وانا مش عارف، لدرجه النهارده الصبح الواحد الصبح قال لي من فضلك اخرج من الجروب ده لان الناس بتشتمك. فانا قلت له مين جروب ايه؟ فدخلت لقيت حد بيقول ان انا متعالي ما بدخلش واقرا ولا اتفاعل معاهم. قلت الجروب ده انا اتحطيت فيه امتى؟ فنصيحه مني يعني اذا كان من حق ان انا اقول لحضراتكم اي حد يحطك في الجروب ان ما كنتش متاكد منه وتعرف الناس دي اخرج منه حضرتك. مش كده ولا ايه يا فندم؟ اكيد طبعا. وخليني اضيف على كلام حضرتك حاجه اخيره. تمام. خليني اقول لحضرتك ان في احد بخصوص الواتس والكلام ده، في احد المواقع اللي معموله دلوقتي ممكن تسبب مشاكل اسريه بشكل كبير جدا. تمام. انا طبعا مش عايز اقول اسمه عشان الناس ما تستخدموش، ولكن لو ينفع ان احنا نعرضه على الشاشه، نعرض جزء منه على الشاشه من غير طبعا لينك الويب سايت ده هيبقى مديهولهم. انا مديهولهم. طب اعرضوا لي ده عبير لو سمحت. عن طريق الويب سايت ده انا اقدر اعمل رسائل او مجموعه من الرسائل بيني وبين شخص من غير ما اكون راسلته اصلا. يا نهار اسود. طبعا طبعا. فيك واتساب. فيك واتساب. فانا في الحاله دي اقدر ان انا ابعت او انشئ حساب جديد باسم حضرتك مثلا واحط عليه صوره حضرتك. تمام. وابتدي ان انا ابعت رسائل وارد على نفسي، يعني ابعت رسائل على الويب سايت ده وارد على ده نفسي. ده ايه الاذيه دي؟ ايه ده؟ دي احد الحاجات اللي ممكن يتاذي بيها او يحصل بيها مشاكل اسريه او مشاكل بشكل عام يعني. ويحط اي حاجه عليه بقى. يحط اي حاجه. صور ومش عارف ايه وكده. بالظبط. ويبتدي ياخد منها برنت سكرين او ويبعتها ويبتز الناس. ويبتز الناس. الناس تعمل ايه يا فندم؟ لا من طبعا الناس الناس تبقى عقلانيه شويه ما تصدقش كل الحاجات اللي بتجي لها، لان ده زي ما قلنا ان ممكن يكون في اختراقات، ممكن يكون في طرق للاذيه بشكل مش سليم من جهات معينه او من بعض الاشخاص او الافراد لصالح افراد ثانيه. بلاش ان انا اصدق كل حاجه بتحصل دلوقتي. في تعليق ادخل شرطه الاتصالات بقى. شرطه الانترنت لازم تخش في الموضوع ده. لما يبقى عندي مشكله اروح يا جماعه اشتكي. ما استناش لما تحصل مشكله كبيره لحد ما تبقى كارثه وبعدين لازم اروح اشتكي. الاستاذ احمد حجازي مدير شركه برومارك للتسويق بشكرك شكرا جزيلا. وبنقول اسم الشركه ما فيش اعلان ولا حاجه. شرفتني. ده شرف ليا. استاذ محمود فرج خبير تكنولوجيا شرفتني. شكرا فندم. اتمنى ان احنا نكون اضفنا لحضراتكم النهارده بعض الحاجات اللي تنفع الناس وتمكس في الارض. السلام عليكم.